يلا حرك. يحرك قدميه كما لو أنه عاد للحياة من جديد بخطى واثقة، يتدرب هؤلاء على استعادة الحركة مجددا بعد أن أثقل كاهلهم المشي بقدم واحدة لفترة طويلة. لمثل هؤلاء ومئات غيرهم دشن فريق طبي متخصص من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة مأرب تركيب أطراف صناعية لعدد 22 جنديا كانوا قد فقدوا أطرافهم خلال المعارك مع الميليشيا. يعني الشعوري قبل الاسم أنه يعني أصبحت الحياة أنه في نوع من الصعوبة، نوع من التحرك، ما تقدر تعمل أي شيء، ولكن عندما تركب الأطراف يعني أقل حاجة تمارس حياتك بنسبة 70%. تعد هذه الدفعة هي الأولى ضمن 70 حالة استهدفهم الوفد الطبي من أجل توفير أطراف صناعية لهم. نبشر الجرحى بأنهم لن يهملوا وأنهم لن يتركوا بإذن الله تعالى، وسنحاول قدر الإمكان أن نلبي احتياجاتهم سواء من أطراف صناعية أو من إعادة تأهيل ودمجهم بالمجتمع حتى يكونوا أعضاء فاعلين كما كانوا وكما أرادوا. وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح قال إن هذه المنحة استكمال لما بدأته دولة الإمارات من دعم لمركز العلاج الطبيعي بالمحافظة، الأمر الذي قد يسهم في إعادة الحياة لكثير ممن اكتووا بنيران الحرب.